حذرت إيران من تجاوز خطوط حمر متعلقة بأمنها في الخليج بعد تقارير صحفية عن تحركات لغواصة إسرائيلية باتجاه المنطقة، وشددت على أنها ستدافع عن نفسها ضد أي مغامرة قد تقدم عليها إدارة دونالد ترامب في أيامها الأخيرة. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أننا لن نسمح بتهديد حرية العراقيين عبر السلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية، مشددا على أنه رئيس وزراء مستقل ولا ينتمي لأي كتلة سياسية، وأن العراق على مفترق طرق ومستعد لإنجاز المهمة، ومؤكدا لدينا فرصة في النجاح واستعادة ثقة الشعب بالدولة العراقية.